السلام عليكم اخوان ديالنا. هذا الراجل هذا جبرنا هنايا في قدام مدرسه عبد الله قنون في جهه العوامه في الغازي، يقول بانه جراو عليه الابناء ديالو من منزل. ما كتشوفوا الحاله ديالو سيئه وكيعاني من سعال حاد في الرئه ديالو. عمو ديالي شكون جرى عليك؟ عمو حمادو وافر الجيش وكان لي لما شحال و نتينا كتباس هنايا يا عمو ديالك؟ اليوم اليوم 6 ايام ومع 6 ايام وكما الدنيا عامرة بالزنوب. كما كتشوفوا هنايا في هاد الخربة هادي واحد الرائحة كريهة كتنبعس من هنايا. كتشوفو مسكين ناعس ما عندوش حتى باش يتغطى وكيعاني، عنده واحد العين ديالو ما كيشوفش بيها. ونسأل الله عز وجل يحفظنا في هاد الدنيا. كنسألوا أي واحد يتعاون معاه بوبري، أي جمعية كتشوف هاد السيد هذا كيفاش متي البرد بالليل، أي كاين عاجي درويطة مقطعة ولا كيفاش ندير عليه. كما كتسمعوا بوبري ما عندوش حتى ما يلبس. اسمك كامل شنو اسمك يا عمو؟ اسم ديالك كامل شنو؟ شنو اسمك كامل؟ اه اسم ديالك كامل شنو اسمك؟ مرابط عبسلام. مرابط عبسلام. مرابط عبسلام. رابط عزيز. واللي كيعرفو واللي كيعرف عليه شي حاجة الأخا ينزلو في الصفحة ديالو يتصل به، عيما الرقم ديالو تما يتصل به، وتعاونوا مع السيد ونجبرو لشي حال إن شاء الله. ديوان شي جمعية ولا دار العجزة ولا اتصلنا بجميع السلطات حتى واحد ما كيجاوب. الله عز وجل يتقبل منا. أنت ما كتشوف حتى هاد السيد ما عندو شي ما يلبس. الله المستعان والسلام. ديك السيد كيتواجد في هاد الخربة هادي قرب هاد الشارع هذا قرب مدرسة عبد الله قنون القنبورية. شغنقول لك واحد الرائحة كريهة هنايا، واحد مجموعة من الأزبال هنايا. و السيد ها هو فين هو الإخوان ديالنا كما كتشوفو معانا، راه هو فين هو. نسأل الله السلامة والعافية. المهم الإخوان ديالنا اللي بغى يتعاون معاه ولا يتصل بشي جمعية تعاون معاه، الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا، الله يفتح عليكم. نسأل الله عز وجل يحفظنا في الدنيا والآخرة.